صباح سعيد، كنت منول كل وفيه الإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو. يوم جمعة مبارك للجميع، موعد جديد مع موضوع جديد اللي دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم من خلال برنامج صحة وسلامة. كل يوم جمعة كيكون عندنا موعد مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وأكيد أنه مواضيعنا كل يوم جمعة كتكون عندها علاقة بالزيوت الأساسية. اليوم غادي نتكلموا على الأنواع ديال الزيوت اللي ممكن أنه الناس اللي عندهم البشرة دهنية ولا الشعر دهني أنهم يستعملوها. عادة كنسمعوا أنه الناس اللي كيكون عندهم الإفرازات الدهنية زائدة سواء في البشرة ولا في الشعر ديالهم، دائما النصيحة كتكون أنه نبعدوا على الزيوت. واش هذه المسألة هي بالفعل صحيحة ولا لا؟ هذا ما غادي نتعرفوا عليه اليوم رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية طبعا والعلاج بالمواد الطبيعية، وهي فرصة باش نعرفوا شنو الأنواع ديال الزيوت اللي هي كتعطي التوازن للناس اللي عندهم البشرة دهنية والشعر دهني وما كتيدمش لهم الشعر ولا البشرة بزاف. وما تنساوش أنه أرقام التواصل معنا دائما راه الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. ما تنساوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق الرقم 5080 في أول SMS أو الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها كتكتبوا كلمة صحة SHA تخليوا فارق صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. ثمن SMS هو 6 درهم مع حساب الرسوم. غادي نبقاو مع فاصل إعلاني ورجعين مباشرة من بعده. رجعنا دائما عالم غاديو باش نوصلوا حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. كيف ما شرنا اليوم موضوعنا ولا حديثنا غادي يكون على الشعر الدهني والبشرة الدهنية، وأكيد مرحبا بكل تساؤلاتكم اللي هي كتعلق بالزيوت الأساسية. اليوم حلقة ديالنا كذلك مفتوحة لكل الناس اللي بغاو يسولوا أي سؤال فيما يخص الزيوت الأساسية. صباح الخير وأهلا بيك دكتور عبد الخالق. صباح الخير، تحية مباركة وجمعة مباركة لجميع المستمعات والمستمعين. يا رب إن شاء الله دائما زي ما كنت منو لكل أوفياء كل يوم جمعة ودائما إن شاء الله. كنعرفوا أنه البشرة الدهنية والشعر الدهني دكتور عبد الخالق الرمضاني الكثير من الناس كيتشكاو أولا فيما يخص مثلا داك الغسل ديال الشعر ديالهم. فالناس كيتشكاو مثلا أنه ممكن الإنسان يغسل الشعر دياله في الصباح في العشية كتلقى الإفرازات الدهنية كاينة، كيقول لك أنه ما مغسولش نهائيا. المشكل ديال القشرة في الشعر ديالهم كيكون حاضر بزاف. بالنسبة للبشرة ديالهم عادة كنشوفوا الكثير من الحالات الناس اللي البشرة ديالهم دهنية كيكون فيهم الحبوب. السبب الإفرازات الدهنية اللي كتكون زائدة عند هاد الناس شنو هي؟ هي في هاد الحالات هادي كتكون واحد يعني التكوين ديال البشرة البنية ديالهم كتكون غادية فيغ كتفرز أكثر. هذا الشيء كيكون عندهم حتى دوك لي سيبوم اللي هو دوك المواد الدهنيه ديك الغدد الدهنيه هما كيكونوا يعني في واحد من ناحيه الافرازات كتكون الافرازات عندهم اكثر. هذاك هذا ما كيعنيش على ان هذاك الفيلم يعني هذا لو سيبوم يعني عنده واحد المنفعه ديال على البشره ديالنا، عنده واحد المنفعه وقائيه بالاضافه لواحد المنافع اخرى. دونك هذه المنفعه الوقائيه في بعض الاحيان كتجاوز الحد ديالها، هذاك كتجاوز يعني كيكون واحد الافراز اللي فايت القياس. هذا الشيء اللي كيخلي لنا ديك البشره انها كتبان لنا دهنيه اكثر من القياس، او حتى الشعر حتى هو كيقدر يكون دهني اللي واخا الاسباب ديالو شويه مختلفه، ولكن بحال تقول يعني الاساس واحد. يعني حتى الفروه ديال الشعر حتى هي بعض المرات كتقدر تكون دهنيه بزاف. وهذا الشيء علاش حنا دائما كنصحوا مثلا بالنسبه للبشره الجافه الدهنيه يعني لبعض الاستعمالات بعض العادات اللي الواحد مزيان انهم يكون عندهم للوقايه للحفاظ المحافظه على البشره نتاعهم، خاصه على انها البشره في بعض العادات جديد واحد العادات كثير من الاحيان كتكون عندها ديك لا توندونس يعني كتكون يا اما غادي تعطينا اكني دونك كتكون ديك لا بوك غراس ا توندونس اكنيك، وهادي واحد يعني بحال واحد الحويجات اللي هما غالبا ما كنلقاوهم. وكذلك المشكل الاخر اللي كيكون في الشعر هو المشكل ديال القشره اللي كتكون حتى هي كتصاحب واحد العدد كبير من الاحيان الناس اللي عندهم هاد النوعيه من هاد البشره. هادشي علاش في الاستعمالات كنا ذكرنا بالنسبه للشعر انه حنا هاد الناس هادو كنصحوهم من بين الحوايج اللي يديرهم وربما قلنا نعاودوها بولا اينيا فوا هو
هو انه مزيان ان ديك المره يعني واحد على الاقل واحد جوج المرات في النهار يكون هذاك لو بروساج ديك المشطو شعرنا جوج المرات. علاش؟ لان كاين واحد العدد كبير من الحوايج اللي كتكون عالقه في الشعر ديالنا، يعني كان الطريقه هذه سهله كتمشي مع المشيط كنعاونوا الشعر ديالنا باش وكذلك الفرو ديالنا باش تخلص من هاد الحوايج اللي كتكون شائبه تما. كذلك انا طريقه المساله الاخرى اللي كنت ركزت عليها، على الاقل واحد جوج مرات في الاسبوع كنديروا واحد المساج، واخا يكون عاد ديال 5 دقائق 10 دقائق جوج مرات في الاسبوع كنديروه للشعر ديالنا، وهذه كتكون هي اكثر مناسبه باش نقدروا نستعملوا بعد الزيوت الاساسيه اللي ربما وقيله غادي نطرق. وكان هذا هو السؤال، عاده لما كنشوف الناس عندهم بشره دهنيه ولا شعر دهني كيقول لك ولا انا الزيت ما خصنيش نستعمله لانه عندي الافرازات الدهنيه بزاف. واش هذه المساله صحيحه ولا خاطئه؟ ولا كاين نوع ديال الزيوت الاساسيه اللي كتماشى مع هذا النوع من الشعر ومن البشره؟ لا، هي كما ربما وقيله كنا تطرقنا لها في واحد العدد كبير من الاحيان، فالزيوت الاساسيه ولا حتى الزيوت النباتيه في البشره واخا في هذه الحاله هذه، فراه كاين بعض الزيوت النباتيه اللي كتوالمع، وكذلك مزيان ان احنا نضيفوا لها بعض الزيوت الاساسيه، والزيوت الاساسيه اللي كتنفع مزيان لهاد البشره المدمه لا بوغراس او حتى النوعيه ديال الشعر اللي كيكون مدم. وهنا مثلا نعطي واحد 3 ولا 4 ولا ربما كاع اكثر ديال الانواع ديال الزيوت الاساسيه اللي كتوافق هذه النوعيه من البشره، مثلا الجيرانيوم او العطرشه خاصه بيلاغونيوم غوزيوم سيدغ دو لاطلس الارز ديال الاطلس ولا سيدغوس اتلانتيكا، لي زويل اسونسييل ديال لي سيتروس خاصه ديال لورانج ديال الجزر كذلك. فهو هنا مزيان ان احنا نديروا واحد لا كومبينيزون ما بين الزيت الاساسي ديال الجزر والزيت النباتي ديال الجزر، وربما وقيلا الزيت النباتي ديال الجزر ملي كنهضروا عليه راه حنا كما كنشرحنا للسيدات على انه راه بالاخص راه كنهضروا على مصيغه يعني على مرقد ديال الزيت ديال الجزر في زيت نباتي. نعم، هو اللي كنعطيناهم الطريقه ديالو كنقلبوا 72 ساعه، كنعطيناهم طريقه من الطرق. الطريقه السريعه هي ان احنا نخليو في واحد المنطقه اللي تكون عاديه لواحد المده ديال 3 ايام، فراه ديجا كنبداو نستخلصوا واحد العدد كبير من المكونات. كاين الطريقه الاخرى اللي غير سمح لي دكتور عبد الخالق، بالنسبه للطريقه ديال الجزر ولا خيزو كناخذوا هكاك بالقشره ديالو ما كنقيوش؟ من الاحسن يكون هكاك كامل بالقشره ديالو غير مقطع مزيان بطبيعه الحال، غير كنغسلوه مزيان بطبيعه الحال وكنمسحوه مزيان كذلك، حتى هذه مساله. نعم، اذا كنشفوه كنقطعوه واحد الطروفه هكا وكنديروه في الجزر، يعني بحال مثلا دابا كنا عطينا مثلا واحد 10% يعني اللي درنا واحد ان كاغوت جزره وحده فراه كتكون كافيه انا لواحد الكميه اللي افترضنا ان فيها 10 غرام كميه ديال 100 غرام ديال الزيت هي اللي كنخلطوها معها. اش من زيت كتنصح به؟ هنايا بالنسبه للبشره اليابسه مزيان زيت الزيتون كيبقى يعني اختيار ممتاز، زيت الزيتون خاصه على انه كيجي مع جميع الانواع ديال البشره، زيت ديال لافوكا، زيت ديال السيزام، يعني واحد الانواع زيت ديال السيزام حيت كيجي مزيان مع البشره اللي كتكون في هذه الحالات هذه ناشفه ومدمه كيعاون باش يبسها. وهذا وكنخليه واحد المده ديال 3 ايام كيف ما ذكرت، اولا كاينه طرق اخرى منهم مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم الخاطر يحطوه في واحد المنطقه اللي كتكون شويه سخونه مثلا الكوزينه مثلا وكيخليه واحد المده ديال شهر. نعم. في هاد لي كونديسيون هادو هنا حتى اللون ديالو راه كيبان لينا تغير، وحتى ديك المكونات ديالو راه حتى هي كتغير، يعني من بين الحوايج اللي كنلقاو فيها في هاد الحاله هادي كنلقاو حتى بعض الفيتامينات منهم لي كاروتينويد تما كنوليو نلقاوهم في هذاك المصيغه، وبطبيعه الحال انا كنتنفع به البشره ديالنا بزاف. نعم، نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام، ارقام التواصل معنا دائما هي 0522 46 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 0000 وإلى عن طريق رقم 5080 رقم من أجل التواصل معنا عبر رسائل SMS. غادي ناخذ نادية معنا من قرسيف. صباح الخير نادية. نادية صباح الخير. صباح الخير للا. مرحبا بك معنا. كدايرين للا؟ لاباس بخير الحمد لله نادية، أهلا وسهلا. شكرا لكم على هذا البرنامج اللي كيوعيونا وكتنصحونا. مرحبا نادية. الله يخليك، بغيت نسول الأستاذ. نعم. الله يخليك، الشعر ديالي ولا شعر ديال بنتي متقصف بزاف ومتقرب والقشره فيه بزاف، بغيت يقول لي اش من
الزيوت اللي خاصني نستعمل. نعم، وناديه الطبيعه ديال الشعر ديالك والشعر ديال البنيته ديالك ناشف ولا ميدم؟ لا ناشف. ناشف بزاف ورغم هكا فيه القشره. ناشف بزاف وفيه القشره بحال الحجر. قشره كتكون شويه ديك الكبيره غليظه ماشي رقيقه. غليظه غليظه. واخا ان شاء الله نجاوب. شكرا. كاين شي زيوت انا ديالي كتستعمليها حاليا ولا لا؟ كندير غير الزيت العادي، زيت الزيتون، زيت البلدية. كندير واخا كندير صافي هادشي اللي كندير. شكرا لك نادية، تواصلتي معنا من كرسي في طيبية. الحالة ديال الشعر ديالها والشعر ديال بنيته ديالها أنه ناشف وفيه القشرة، إذا القشرة ماشي حكر فقط غير على الشعر الميدم دكتور عبد الخالق رمضاني، ولكن ربما الشكل ديالها اللي كيتبدل. وقتاش كنلقاو قشرة رقيقة وقتاش كنلقاو القشرة اللي كتكون شوية غليظة وقابطة، يعني في ديك الفروة اللي بغينا نقولوا ولا في البصيلة ديال الشعر من التحت؟ هي القشره يعني راه حتى هي يعني خاصها تشخيص، لان ملي كتكون كما قلتي القشره كبيره ولاصقه وربما وحتى خاصنا تنقرطوها عاد في الجدر ديال الشعر، فهنايا بعض المرات مزيان ان تكون واحد الاستشاره ديال اخصائي باش ما ندوزوش من حدا شي مشكل صحي اخر، مثلا كمثال بسيط البسورياسيس ولا شي الصدفية ولا شي مشكل اخر. هي البشره الشعر، الشعر بعد مرات كنقدروا حنايا كيقدر يكون عندنا واخا الفروه ديالنا دهنيه، الشعر ديالنا كنقدروا حنا نابيميوه نكرفصوه شويه باش بدك الحوايج يعني الاختيار الخاطئ ديال لي شامبوان ديال السبايغ ديال يعني المواد الكيماويه اللي حنا كنضيفوها للشعر ديالنا. وهنا كنعاود نحيل السيدات والساده باش الاختيار ديال لي شامبوان ولا ديال اي حاجه بغاو يستعملوها فاش يكون تكون بواحد العنايه اللي هي كبيره. علاش؟ لانهم غيستعملوها لواحد بلاصه اللي في اغلب الاحيان كتكون هي اللي كنبغوا نحافظ من بين الحوايج اللي كنبغوا نحافظوا نعم. عليها هي البشره والشعر، هي البشره والشعر خاصه نعم. عند السيدات. نعم، الشامبوان الاختيار ديالو، لانه كانوا الكثير من المستمعين الكرام كيقولوا لنا كتبعيونا بهذه المساله وكيما كتعطيوناش بالضبط شنو بالنسبه للشامبوان. كاين شي ماده معينه في التركيبه نحرصوا على انها تكون متواجده في الشامبوان حسب النوع ديال كل شعر دكتور عبد الخالق الرمضاني، ولا كافيه ديك العباره اللي كنلقاو هذا العنايه بالشعر الجاف، هذا العنايه بالشعر الدهني، هذا العنايه بالشعر العادي، واش هادو كافين او لا؟ لا نشوفوا التركيبه المواد اللي يحتوي عليها الشامبوان اللي غنستعملوا شي ماده نحرصوا انها تكون متواجده. هو الشامبوان اهم حاجه كتكون فيه هي واحد لاباز لافونت، يعني واحد الاساس اللي كتكون هي اللي كتعطينا هذيك لاموس، هي اللي كتعطينا اللي كترغوي وداك الشيء. وهنا كنبغي نشير على انه واخا هذيك الرغوه وداك الشيء راه ما عندهاش علاقه كبيره مع 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 ماشي هي اللي كتغسلها. دونك هنا كاين واحد شحال ما في التقاليد المساله اللي مشينا فيها شحال ما حاجه كترغوي شحال مره كتغسل مزيان، وهذه المساله اللي هي خاطئه. لا باز لافونت ما خصهاش تكون ديكابونت، بمعنى ما خصهاش تكون كتكرط لنا الشعر ديالنا ولا البشره ديالنا، ما خصهاش تكون يعني راه هنا بلا بحته بالنسبه لجلدوش. يعني من الاحسن ان احنا نختاروا واحد لاباز لافونت اللي تكون يعني بازيك ما فيهاش واحد العدد كبير ديال المكونات. وهنا الا كنا مثلا عندنا الاختيار ديال الاستعمال ديال حيت هنايا معروف على ان المواد الطبيعيه في هذا في هذا في هذا الباب هذا اللي هو المسائل اللي هي الوقايه البري لي سوان وداك الشيء عندهم واحد المكانه اللي هي كبيره. هنا ناخذوا هذيك لاباز لافونت، وهذيك لاباز لافونت راه كتكون مفتوحه، يعني كنقدروا نضيفوا لها بعض المكونات، كنقدروا نضيفوا لها زيوت نباتية، كنقدروا نضيفوا لها زيوت أساسية. وهنا مزيان أن احنا نتعودوا على أن ناخذ واحد لاباز لافونت اللي كتكون بازيك، يعني ما فيهاش المكونات بزاف، ماشي خاصة للشعر الدهني، ماشي خاصة للشعر اليابس، ماشي خاصة ولكن احنا نضيفوا لها بالنسبة للناس اللي كيهتموا باستعمال ديال الزيوت الأساسية خاصة وحتى الزيوت النباتية. ديك الساعة باش كناخذوا احنا وكنضيفوا لها مثلا زيت الويل دو نوازيت بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا الشعر ولا البشرة يابسة، فهنا كذلك يبقى من بين أحسن عفوا بالنسبه للناس اللي عندهم البشره اللي كتكون ميدمه بواحد الشكل كبير، فالويل دو نوازيت فكيوافقهم بزاف، خاصه الا ضفنا ليه بعض الزيوت الاساسيه من بين الزيوت الاساسيه اللي حنا ذكرناهم واللي كتبقى على راس ديالهم العطرشه، الخزامه، سيدغ يوست دو السيدغ ديال الارز ديال الاطلس، ولا حتى ديال الحواميض، فهم كاملين كيناسبوا مزيان هذه النوعيه من ديال البشره. نعم،
نعم غادي نرجعوا لعندك مازال دكتور عبد الخالق رمضاني في حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه. وغنرجع باش نسولك مازال على ماده الزنك. كنسمعوا انه نحرصوا انها تكون متواجده في التركيبه ديال الشامبوان. واش هاد المساله هي صحيحه ولا لا؟ وارقام التواصل مع كل اوفياء دائما هي 05 22 46 72 50 51 او 05 22 43 0000. زياده الافرازات الدهنيه في البشره وفي الشعر هو امر او لا مشكل مرتبط بطبيعه الشعر والبشره في حد ذاته واستعداد عند هاد الناس باش كتكون عندهم هاد زياده الافرازات الدهنيه نظرا لنشاط الغدد الدهنيه اللي هي متوفره في الجسم ديالهم؟ ولان الوقايه دائما هي خير من العلاج، فبالنسبه للناس اللي عندهم الطبيعه ديال الشعر ديالهم او البشره ديالهم فيحرصوا على التنظيف ديالها باش كيخلصوها من كل هاد الافرازات اللي كتقدر بعد مرات كيكون كذلك معها سموم. فبالنسبه للشعر الدهني مثلا حرصوا على الاقل على التنظيف ديالو مرتين في الاسبوع بطريقه اللي كتكون فيها عنايه، ما كيكونش فيها واحد العنف بالنسبه للشعر ديالنا. كنعرفوا انه الشعر الدهني كيكون فيه القشره، فمثلا كاين الناس اللي الغسل ديال الشعر ديالهم في كل غسله واحده بالشامبوان كيكون 4 حتى 5 ديال المرات، وهذه مساله خاطئه وغير صحيحه نهائيا، لانه هكذا كنضروا الشعر ديالنا. ورغم انه الشعر ديالنا دهني فممكن انه يتحول ويصبح شعر اللي هو ناشف او جاف في حال انه العنايه به كانت عنايه اللي هي خاطئه. فمثلا هاد الناس الكثير منهم كيستغناو على الاستعمال ديال لابخي شامبوان، فمعليش ولو انه الشعر ديالنا دهني كنختاروه فقط كيناسب العنايه ديال الشعر ديالنا، هذا طبعا بالاضافه لطرق عنايه اللي هي طبيعيه فيها زيوت اساسيه. ذكر منها اليوم دكتور عبد الخالق رمضاني الزيت ديال عطرشه، زيت ارز الاطلس، كذلك الحوامض، ونركزوا على الزيت ديال الليمون او البرتقال لانه كيتماشى بزاف مع الطبيعه ديال هذا الشعر وكذلك البشره. وكانت هذه فقط نصيحه اليوم. نتمنى تواصل دائما من خلال برنامج صحة وسلامة مع كل الأوفياء. وما تنسوش كاين تواصل معنا عن طريق الرقم 5080 في أول اس ام اس، كتكتبوا كلمة صحة اس ا اش ا، تخليوا فارغ صغير وكتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080. غادي نمشيو نتواصلوا هذه المرة مع نورة على الخط من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك نورة. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا نورة. كيف لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك. ربي يخليك. أنا كنت نسول كسكور. مرحبا نورة، غير إلا سمحتي الراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه لأنه كيرجع لينا الصدى ديال الصوت نورة، ورجاء سمعنا من التليفون باش نسمعوك بشكل واضح ونجاوبك إن شاء الله على السؤال ديالك. واه مرحبا نورة. أنا كنت نقول لك على عندي قشرة بزاف طالي. نعم. وغليظة. وأنتي الشعر ديالك نورة ناشف ولا ميدم؟ لا ناكس. واخا، كتستعملي شي زيوت باش كترطبي الشعر ديالك؟ لا؟ لا عمرني عمرني ما كنت كيتحاك. نهائيا يعني عامل صابوان. واخا نجاوبوك ان شاء الله نورا، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. وفي مدينه الدار البيضاء دائما معنا شكون؟ امل. مرحبا بك امل. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا امل، نتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف حيت كتفيدونا في هذه البرامج. الحمد لله، شكرا لك امل. الله يخليك، بغيت نسول الاخصائي. نعم مرحبا. عفاك علي، البشره ديالي ناشفه ناشفه بزاف والشعر ديالي دهني. وعندي واحد سميتو كل مره كنبدل شامبوان، ما كنبقاش على شامبوان واحد. وشحال تقريبا المده؟ على شحال عاده باش كتبدلي شامبوان امل؟ ملي كيتقاد ليا كناخذ واحد كيتقاد كنبدلو كناخذ واحد اخر. وكتاخذيه اللي هو خاص بالشعر الدهني؟ كناخذ اللي خاص بالشعر الدهني او لا اللي خاص بجميع انواع الشعر. الشعر واخا لا مره. نعم. وشحال كتغسلي من مره الشعر ديالك في الاسبوع؟ عندي 2 فوا حتى 3 فوا في السيمانه. نعم واخا. جوج حتى 3 مرات في السيمانه، حيت غير كنغسلو كدوز يومين صافي كيولي دهني غير ملي غاسين، اما من الاطراف من الجدر ديال من الجدر ديالو من التحت ديالو لا، غير ملي غاسين كيدم بزاف والقدام. واخا. وبالنسبه للبشره ديالك امل، كتستعملي شي كريمات مرطبه ولا لا نهائيا؟ كنستعمل كريمات مرطبه من الصيدليه ولكن حبستهم. شحال هذه حبستهم بالمده؟ علاش حبستهم امل؟ ما عطاوش نتيجه؟ حبستهم ما كيعطيونيش نتيجه، ما كيعطيونيش نتيجه. ولابو ديالي كتبقى ناشفه ناشفه بزاف، كنحسبها بحال ملي كنشوفها وكنغسلها حتى في الحمام كنحس بها بحال ناشفه وبيضه البيضيه. نعم، وكتجبد، كتحسي بها كتجبد. نعم واخا، نجاوبك ان شاء الله امل. شكرا لك. ربما الحاله ديال امل دكتور عبد الخالق رمضاني هي حاله ديال كثير من الناس كنوجدوها كذلك، ولو انه ماشي كثيره بزاف، ولكن كاينه الناس اللي اما البشره ديالهم كتكون ناشفه والشعر ميدم، او لا الشعر ناشف البشره ميدمه. واش هو خلل يعني في
في الطبيعه ديال ديك الافرازات وديال ديك الغدد ما كتخدمش مزيان او ليش هاد المشكله اش كيرجع؟ لا هي مساله تقدر تكون طبيعيه كيف ما هي مساله اللي تقدر تكون السبب ديالها هو كما ذكرت الاكثار من الاستعمال ديال بعض المكونات اللي كتكون مثلا اللي حنا ذكرنا منهم لو شوا ديال لي شامبوان لو شوا ديال الصبايغ اكثر من الصبايغ بلا ما نساو الاهميه ديال العوامل الخارجيه من قبيل التلوث الى وما نساوش دائما نعاودوا نرجعوا ليها وكنرجعوا لها دائما اللي هي الاهميه ديال التغذيه اللي باش كتكون دائما كنطرقوا الاستعمالات اللي هي خارجيه وكنساو الاهميه ديال الاستعمالات اللي هي داخليه واللي كتبقى هي اساسيه في المحافظه على الشعر في ليدغاتاسيون ديال لابو وفي المحافظه كذلك على الجمال. فالجمال ديال المراه ولا حتى الرجل باش يحافظ على الصحه ديال البشره نتاعو فراه دائما كتبقى التغذيه التنويع ديالها الخضر الفواكه خاصة شرب الماء كذلك شرب الماء بطبيعة الحال الإقلاع عن العادات السيئة من قبيل التدخين المواد الكحولية الاستعمالات ديال واحد العدد كبير من العادات اللي كيكون عندهم تأثيرات على البشرة ديالنا. إذن هنايا هذه هي المرحلة الأولى في الحقيقة اللي خاصنا دائما نبداو كنركزوا عليها بالأساس عاد فاش كنشوفوا المسائل الخارجية. هي بطبيعة الحال الاختيار ديال أنا كيف ما ذكرت أنا حيت عطيت الاقتراح ديال أن احنا نعزلوا واحد اون باز لافونت سامبل يعني هنا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد التوجه ديال استعمالات ديال الزيوت الاساسيه ديال الزيوت الاساسيه وكنضيفوا ليه يعني واحد بعض المكونات الزيتيه ديال الزيت النباتيه مثلا بالنسبه للاخت الويل دو نوازيت الزيت ديال زيت ديال الزيتون زيت ديال الجوجوبا ولكن زيت ديال الافوكا هنا كذلك هنا في هذه الحاله هذه مزيان انا في الشامبوان ديال الضيف لي كذلك الصفر ديال البيض فهو مزيان بالنسبه للبشره اللي كتكون مدمه كذلك بعض الزيوت الاساسيه هنايا بالنسبه للاخت هنا مزيان لها الغومارا او الازير ومن الاحسن ازير روزماريون يوسفي سيناليس اسينيول كنركز على المصطلح ديال اسينيول بمعنى انه رحنا هضرنا على الاختيار كيفاش خاصو يكون ديال الزيوت الاساسيه اذا هنا مزيان انه تكون من بين المكونات ديالو اللي هي كثيره هي لوسينيول. واخا الحضور ديال ماده الزنك في الشامبوان كنسمعوا انه ضروري يكون حاضر في التركيبه انه مهم جدا هذه المساله واش هي صحيحه ولا لا دكتور عبد الخالق رمضان؟ هو لو زنك اللي كما الا هضرنا غير على زيت الزيتون فراه واحد الزخم ديال واحد المكونات منهم فيتامينات منهم املاح اللي كيعطيهم ما ننساوش الاهميه كذلك ديال فيتامين ا ديال الزنك ديال حد واحد العدد كبير ديال المكونات اللي مزيان ان احنا نعطيوها للبشره نتاعنا الشعر نتاعنا بالاخص ولكن ما ننساوش الاهميه ديال هاد المكونات ديال لو زنك مثلا انها تكون حاضره في التغذيه ديالنا وربما الى اعطينا من بين المصادر ديال الزنك اللي هي معروفه هي مثلا الخبز مثلا فكيبقى كذلك مصدر مهم ديال الزنك. نعم. ولو انه خاصنا بطبيعه الحال احنا دائما كنهضروا على المسائل اللي هي طبيعيه والخبز الكامل يعني هذه مساله دائما كنركزوا عليها. نعم نورا كان السؤال ديالها القشره اللي هي غليظه بزاف لاصقه في الجدر ديال الشعر ديالها مع العلم انه الشعر ديالها ناشف باش نقدروا نمسحوها شنو الانواع ديال الزيوت الاساسيه هنا اللي تقدر تنفعها دكتور عبد الخالق رمضاني؟ بالنسبه ملي كتكون عندنا البشره يابسه بهذا الشعر ناشف بهذا الشكل هذا فمزيان ان من بين الزيوت الاساسيه اللي حنا نعزلوهم مثلا الاوكاليبتوس انا نستعملوا الزيوت الاساسيه بحال من قبيل ليمونت ديال النعناع المشتقات ديالو ولكن بطبيعه الحال ناخذوا بعين الاعتبار الموانع الاستعمال هنا دائما ملي كنهضروا على ليمونت الكاملين فكنلقاو فيهم واحد النسبه عاليه من واحد المكون اللي هو ليسيتون وكيف ما فايت منا تطرقنا على ان هاد ليسيتون اللي هادو من بين المكونات اللي كنقدروا نلقاوهم في الزيوت الاساسيه وغالبا ما كيكونوا حاضرين بواحد الشكل اللي هو كبير في الليمون كنا ذكرنا على انهم من بين الاعراض الجانبيه اللي يقدروا يتسببوا فيها اولا مشاكل في
نوروتوكسيك بيفت اتر نوروتوكسيك ولا ابورتيف، معناه انهم يقدروا يتسبوا لنا الله يحفظ بعض الاحيان حتى في بعض المشاكل ديال الدماغ كاريمون ايبيليبسي يعني الحاله ديال الصرع او لا ابورتيف بالنسبه دونك هنا ممنوعين حتى على السيدات الحوامل الامهات المرضعات كذلك الاطفال كذلك بواحد السن معينه خاصه قبل من 6 سنوات فممنوع انهم يستعملوا هذا النوع من الادويه الاساسيه ما يستعملش عند الوليدات. نمشيو نتواصلوا الى سمعتي مع نعيمه من اكادير. اهلا وسهلا بك نعيمه. اهلا اساس كيداير بخير الحمد لله. مرحبا بك لاله نعيمه. كنشكر الدكتور اللي معاك. مرحبا شكرا لك. الله يخليك. يعني دايره لي ميش شعري بحال تقولي ولا حرش وكيتقطع، يعني بغيت اش من زيد كينصحني بها الدكتور يعني واش في يعني في الاول ديال الغسيل او لا في الاخر ديالها؟ الله يرحم والديك. واخا ان شاء الله نجاوبوك نعيمه. وفعلا حنا مقبلين على الفصل ديال الصيف، الكثير من السيدات كيكون عندهم ذاك الهاجس دكتور عبد الخالق الرمضاني انه واش اللون ديال الشعر ديالها خصو يواكب اولا الموضه وخصو يواكب الفصل اللي هي فيه. ففصل الصيف كنشوفوا الكثير من السيدات كيبغوا ذاك اللون المفتوح في الشعر، سواء كيختاروا يعني انهم يصبغوا الشعر ديالهم كله او لا يعملوا يعني لا ماش كيف ما الحاله ديال نعيمه هي دابا كتسول. كنعرفوا الكثير من السيدات كيبداو يتشكاو من بعد يعني الصباغه على الشعر ديالهم كيبدا كيتقرض كيكون ناشف بزاف، فعلى الاقل واحد الطرق ديال الوقايه باش ما يزيدش يتفاقم الامر عندهم اما قبل الغسيل او لا مورا الغسيل ديال الشعر. هنايا ديجا احنا ملي كنهضروا على مسائل طبيعيه تطرقنا بالبيل الحوايج كي اغريس اللي كيكرفصوا لنا الشعر نتاعنا، المواد الكيماويه كثره الصبايغ وداك الشيء، لدرجه ان واحد عدد كبير من السيدات كيوصلوا كيعانوا الشعر ديالهم كيولي كيتهرس كتولي عندهم الشعر رقيقه دغيا كيبداو بعض المرات كثر عندهم التساقط ديال الشعر، يعني ربما التاثيرات السلبيه ديال الصبايغ ربما شويه كثيره. كاين بعض الصبايغ اللي كتحافظ حتى على شويه على الصحه ديال الشعر، ولكن ربما نقدر نقول على انهم قلال بزاف. بعض الصبايغ كيبخون لي كيقولوا على انهم طبيعيين، ولكن بين قوسين واش طبيعيين ماشي طبيعيين؟ هنا مساله ابروفي. هنايا من بين الحوايج اللي كنقدروا نتوصلوا لهم في هذه الحالات هو ان الشعره كتولي رهيفه. اذا هنا من بين الزيوت الاساسيه اللي نقدروا نصحوا بها قبيل كيف ما قبيلا نفس الشيء بالنسبه للبشره الجافه هنا في هذه الحاله هذه، يعني نفس تقريبا نفس الزيوت الاساسيه نقدروا نضيفوا لهم كذلك، لان كتكون بعد حتى لو سيرفيس كلاري او لا نوع من السلميه. كذلك هنايا الميلاليوكا التيرنيفوليا اللي هي شجره المقطر ديال تيتري او لا ديال شجره الساي، كتبقى كذلك الزيت الاساسي الاخر اللي هو تاهو منصوح به في هذه الحاله هذه اللي هو الزيت الاساسي ديال ازير اللي كتبقى عنده المنفعه ديالو في هذا الاتجاه هذا. وكذلك الزيت الاساسي او لا خاصه كنساو واحد المساله اللي هي مهمه اللي هي لي زيت غولار او لا المقطر الماء ديال الورد ولا الماء ديال الزهر ولا داكشي. وهنا في هذه الحاله هذه كيبقى ذاك المقطر ديال النعناع الماء ديال النعناع فهو كذلك كيبقى كيوافق مزيان هذه النوعيه ديال هذا المشكل هذا اللي عند الناس اللي كيديروا الصباح. واخا غير اللي سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني بالنسبه لهذ الزيوت اللي شرتي ليها مثلا زيت ديال السلميه زيت ديال ازير باش كتنصح واش من قبل الغسيل ديال الشعر او لا من بعد ما كيغسلوا الشعر ديالهم؟ نو كاريمون انا كنصح على انهم يبداو ديك العاده ديال ان احنا ندخلوهم في لي شامبوان ديالنا دخلتوه مع داك الشامبو مزيان ان احنا نتعلموا ان احنا في الشامبوان ديالنا كنضيفوا ليه واحد الكميه واحد العدد ديال النقاط اللي كتكون قليله، يعني واحد 8 10 النقاط ديال الزيوت الاساسيه اللي احنا غادي نستعملوهم في قرعه ديال الشامبو ولا كاريمون في جوج الاستعمالات. وهادو هما اللي كنبداو نستعملوهم في الشعر ديالنا، حيت نسينا ما طرقناش المشكل ديال حيت كما ذكرت قبيله ملي كتكون البشره القشره كبيره وقبطه في الجدر ديال الشعر، فهنا مزيان على ان تكون واحد الاستشاره ديال المختص، لانه ربما تشخيص شنو هو السبب ديالها. نعم وراك شرتي ليها ممكن يكون واحد من المشاكل الصحيه بحال الصدفيه مثلا. الصدفيه ولا ربما وقيل الاخوان ديال الاختصاصيين ديال الجلد ربما يقدروا يكون عندهم حتى شي مسببات اخرى. كذلك هنايا نهضر على كاين بعض الحالات ديال البشره اللي كيبداو مثلا يبانوا عندهم حتى المشاكل ديال الاكزيما. واخا غنرجعوا ليها معك دكتور عبد الخالق الرمضاني دائما في حلقه اليوم من برنامج 42 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 09 والى عن طريق رقم 5080 في اول اس ام اس. ما تنساوش كتبوا كلمه صحه SHA خليو فراغ صغير وبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. فغادي ناخذوا لبنى معنا من الخميسات هذه المره. اهلا وسهلا بك لبنى.
اهلا وسهلا للا. مرحبا بك. على خطك اختي، انا فرحانه بزاف حيت ولا كيقبط ليا الخط، انا صديقه البرنامج. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس ديال الخميسه تاع لبنى. على خطك اختي، شكرا على خطك وكنشكركم بزاف على البرنامج. الحمد لله، شكرا لك لبنى. مرحبا حبيبه ديالي عفاكي، انا واخا السؤال ديالي خارج شويه على الموضوع، الله يخليكم كنتمنى تجاوبوني. نعم مرحبا ان شاء الله، شنو السؤال ديالك؟ عفاكي اختي، انا بحكم انا في الباديه ياكي وشعري ناشف اختي، ما تطورش نشوف ليا اللي فيه. عافاكي كنطلب من الدكتور يعطيني شي زيت معينه اللي غنديرها بعد الاستشمام. الله يخليكم. واخا لبنى ان شاء الله. شكرا شكرا حبيبتي، ديالي نجاوبك ان شاء الله. شكرا اختي على البرنامج. شكرا لك لبنى، وصلتي معنا من الخميسات. الشعر ديالها ناشف بحكم ربما حتى العامل ديال الجو والتعرض ديال الاشعه ديال الشمس بزاف. كنعرفوا النساء ديال الباديه، ودائما كنقول كنستغل الفرصه وكنقدم لهم تحيه كبيره. دكتور عبد الخالق رمضاني، كنعرفوا الظروف هما ديال الاشتغال ديالهم، يعني الشغل ديال الدار، التعرض ديالهم للاشعه ديال الشمس، الفران اللي كيطيبوا فيه الخبز، يعني كنعرفوا ديك الحراره خصوصا الفصل ديال الصيف، فكنقولوا ربي عوين لكم وداك الصبر اكيد راه فيه جزاء من الله تعالى. فلبنى الشعر ديالها ناشف، كتسول على الزيت اللي تقدر تستعمله من بعد ما كتغسل الشعر ديالها. انا كذلك كنستغل الفرصه وكنوجه واحد التحيه للناس ديال الباديه، وفي الحقيقه ربما وقيل احسن بلاصه الانسان يقدر يعيش فيها هي الباديه، لواحد العدد كبير ديال ديال ربما الا جينا نسردوا السلبيات مقارنه مع الواجب مع الايجابيات فربما غادي نلقاهم اكثر اكثر. وما شاء الله دائما كنلقاهم مبشورين دائما، يعني رغم دائما مبشورين دائما داك الترحاب والضيافه ديالهم للناس، يعني جميع الشروط متوفره باش الانسان يكون بصحة نفسية مرتاحة ونفسية مرتاحة. بالنسبة للأخت هنايا بطبيعة الحال لأن في البداية دونك ما غاديش نشوفوا لها شي حويجات اللي غادي يكونوا شوية صعبة عليها، شي حاجة قريبة ليها وتلقاها متوفرة. هنايا بالنسبة للخميسات دونك متوفر زيت الزيتون بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. الزيت ديال الخروع حتى هو كاين الإمكانية ديال الحصول عليه. زيت الخروع مع زيت الزيتون هادو جوج، ولا كذلك إذا أمكن البوغ دو كاريتي، إذا أمكن زبدة الكاريتي إلا إذا أمكن، إلا ماشي ما أمكنش فهنايا نقدروا نستغنيو عليها. فيما يخص الزيوت الأساسية اللي تقدر كذلك تقدر تبدأ تستعمل بعض المقطرات من قبيل الخميسات، دونك مقطر ديال المزهر، مقطر ديال المورد، فهادو كيكونوا مزيان على أنهم مرة كنستعملوهم خاصة للتشلال ديال الشعر ديالنا، يعني في الاخير كنحافظوا هادو حتى هما كيعاونوك باش كنحافظوا عليه، بلا ما نساو الاهميه ديال واحد بعض النقاط ديال الزيوت الاساسيه من قبيل الزيوت الاساسي ديال الخزامه. وهنايا في النواحي ديال الخميسات خنيفره، يعني في ديك المناطق الجبليه، فربما هي واحد المناطق اللي هي غنيه بهاد النبته هذه، خاصه لافوندولا فيرا اللي كتكون في واحد في ديك المرتفعات الجبليه اللي هي في المنطقه. كذلك الزيت الاساسي ديال ازير هو بطبيعه الحال في واحد العدد كبير من الحالات، فراه كيكون سينيور في واحد العدد كبير ديال الحالات. ربما يقدر يكون كونفري ولا افير فينون، ولكن في واحد العدد كبير كيكون سينيور، يعني كيوافق هذه النوعيه ديال 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 حيت كيوافق واحد العدد كبير ديال الانواع ديال الشعر، خاصه بالنسبه للاخت لبنى موافقه ان شاء الله. اذا عطيتيها مجموعه ديال الاقتراحات سواء بخصوص الزيوت النباتيه او لا الزيوت الاساسيه اللي غتقدر تلقاهم متوفرين ودهن بهم الشعر ديالها من بعد الغسيل ديالو. نمشيو هذه المره باش نجاوبوا على سؤال ديال البديعه، وصلنا عن طريق الرقم 5080 هو رقم اجل التواصل معنا عبر الرسائل اس ام اس. فدكتور عبد الخالق كتسول البديعه من تطوان، كتقول انا كناخذ القشور ديال الفواكه اللي كنستهلكو كنجمعهم كاملين كنرقدهم في الشامبوان اللي هو خاص بالغسل ديال الشعر ديال الاطفال، وكنستعملهم في الغسيل ديال الشعر ديالي. من بعد لما كنبغي نشلل كنستعمل الماء اللي مرقد فيه الزعتر وكنشلل به الشعر ديالي، لانه عندي الجذور ديال الشعر ميدمين والاطراف ناشفين. واش هالطريقة صحيحة نكمل فيها أو نوقفها؟ هي المشكله هنا ديال استعمال ديال القشور ديال الفواكه، فملي كترقدهم في الشامبوان ديال الاطفال، في الشامبوان فاش كما كنعرفوا في الشامبوان فراه كتكون فيه مثلا ملي كيكون مصوب خاصه كتكون فيه بعض المكونات اللي هي حافظه، مواد حافظه، وهذيك المواد الحافظه اللي كتكون عندها علاقه مع المكونات اللي فيه، يعني كتكون واحد البورسونتاج 0.01% على حساب المكون شنو هو الماده الحافظه اللي فيه. وهنايا في هاد الحاله ملي
كنضيفوا لي بعض المكونات اخرى اللي هي معروفه عليها لانها كتكون فيها واحد الامكانيه ديال باش يكون تفيكولينا باش تجيب لينا بعض الجرثومات فالامكانيه اللي كتكون طالعه بزاف منهم مثلا بحال القشور ديال الفواكه. اذا هنايا ربما تكون الامكانيه ديال ان هذاك لو شامبوان اللي غادي تستعملو غادي يكون واحد على واحد الدرجه كبيره يعني يقدر يتعفن بواحد الشكل اللي هو كبير. اذا ما كنصحش على انه بهذه الطريقه هذه الطريقه ماشي ولكن بخصوص التشلال بالزعتر فهو بطبيعه الحال مزيان نقدر نضيف لها انها الامكانيه ديال انها مره تخلي الشعر ديالها بحكم على انها كاين الامكانيه ديال تستعمل الماء ديال الزعتر اولا الامكانيه ديال انها مره في الشعر ديالها دير واحد الملعقه مثلا ديال زيت ديال زيت ديال اللوز ملعقه ديال زيت الزيتون وملعقه ديال زيت ديال لافوكا ملعقه كذلك ديال بوغ دو كاريتي. هاد المكونات هادو كاملين كنحركوهم كنضيفوا ليهم شويه ديال السلميه يعني بعض النقاط هنايا بحال هاد المكونات هادو كاملين اللي ذكرت نقدروا نضيفوا لهم واحد 8 نقاط وهادو كديرهم للشعر ديالها واحد دو فوا باغ سومين على اساس على انهم كديرهم بالليل وكتخليهم يباتوا في الشعر نتاعها ولو لوندما وهادو كيعطيو واحد النتائج اللي هما ممتازه وتتشللهم بداك الماء ديال الزعتر اللي هو معروف عليه لانه فعلا كي من بين الحوايج اللي مذكورين ولو انهم ماشي دراسه ولكن هي عير مذكورين عند بعض المختصين على انهم وقايه لهذوك لي فوخش ولا داك اللي كيكونوا في الشعر نتاع السيدات اللي المشكل اللي كيكون كيسمو قيل النبته ولا شي حاجه هكا اللي كتكون في الراس. اذا سمحتي نعاود المكونات بسرعه دكتور عبد الخالق. دونك عندنا ملعقه ديال زيت اللوز ملعقه ديال زيت ديال الزيتون ملعقه ديال زيت الافوكا ملعقه ديال الزيت ديال زبده الكاريتي كنقدروا نضيفوا لهم واحد 8 نقاط ديال الزيت ديال الاساسي ديال السلميه هذه كنستعملوا واحد جوج مرات في الاسبوع كيباتوا في الشعر وفي الصباح كنغسلوا ومزيان ان احنا نغسلوا بالزعتر ويبقى هذاك الماء ديال الزعتر هو اخر حاجه بقات في الشعر. نعم اذا في المرحله الاخيره ديال غسيل الشعر اللي هو التشلال كنستعملوه باش كيبقى في الشعر ديالنا. اخر سؤال لانه هذه العاده كيعملوها الكثير من الناس كيظنوا انه الشامبوان ديال الاطفال هو اللي كيناسب كلشي الانواع ديال الشعر وكيستعملوه. المساله صحيحه ولا لا؟ الشامبوان اللي هو خاص بالاطفال كيستعملوه الناس الكبار ولا البالغين؟ بطبيعه الحال هذه ماشي ثابته يعني ماشي صحيحه 100% وكنعرفوا المكونات او التكوين ديال الشعر ديال الطفل ماشي هو ديال الانسان البالغ ولو انه حتى من ناحيه المكونات ديالو حتى هو في بعض الاحيان يجب اعاده فيه النظر كما ذكرت انا صح السيدات على انهم يقلبوا على لا باز لا فونت يعني ديك الاساس ديال الشامبوان هادشي الا كانوا محتاجين شامبوان وليه يضيفوا مكونات زيتيه مكونات زيوت اساسيه وربما في بعض الاحيان كاين الامكانيه كذلك حتى باش نضيفوا ليه شويه ديال المقطر وكنا ما كنعرفوا للاسف ما ساعناش الوقت باش في الحلقه المقبله ان شاء الله على المقطرات والاهميه ديالها المقطر ديال الخزاعه ديال الورد ديال النعناع ديال الزعتر كما ذكرت السيده في الحلقه المقبله. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمدني على كل النصائح اللي كتعطينا سواء في الحلقه ديال اليوم الثلاثاء اللي هي خاصه بالاعشاب ولا الحلقه ديال اليوم الجمعه اللي هي خاصه بالزيوت الاساسيه. شكرا لكم يوم جمعه مبارك ان شاء الله. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه.